السلام عليكم يا شباب. سألت نفسك السيارات الفولكس فيجن بتيجي من مصانع في الصين او مصانع فولكس في الصين من انهي مصانع وانهي موديلات؟ يا اخوان انا عندي في الفولكس في عندي الاي دي 4 الاكثر انتشارا والاي دي 6. في عندي في الفولكس فيجن في عندي فئة الكروز. الكروز دي بتيجي من مصنع في الصين اسمه FAW ده مصنع في الصين للفولكس، تمام، فئه الكروز. طيب الفئه الثانيه اللي هي الفئه الاكس دي بتيجي من مصنع سيك او SAIC. يبقى انا لو سالتك، تمام، الفولكس فيجن الاي دي 4 والاي دي 6 بتيجي من فين في المصانع؟ بتيجي من مصنعين في الصين يا اخوانا، بتيجي من مصنعين في الصين، مصنع FAW، تمام، ودي فئه الكروز، ومصنع SAIC ودي فئه الاكس. طيب الاكثر انتشارا اللي هو فئه الكروز، واحنا عارفين انواع الاي دي 4 كروز في عندي تقريبا 5 انواع. الاي دي 4 كروز بيور، الاي دي 4 كروز بيور، ركز معايا، في عندك الاي دي 4 كروز بيور، ودي بتمشي في الشحنة الواحدة 405 كيلومتر. وفي عندي الاي دي 4 كروز بيور بلس، دي بتمشي 550 كيلومتر في الشحنة. والاي دي 4 كروز لايت برو، دي بتمشي 550 كيلو، فيها اوبشنز زيادة. والاي دي 4 كروز برو بتمشي 550، والاي دي 4 كروز برايم ودي بتمشي 513 كيلو. يبقى احنا عايزين نشوف السيارات الفولكس، في عندي في الكروز في 5 فئات في الاي دي 4: اي دي 4 كروز بيور، اي دي 4 كروز بيور، اي دي 4 كروز بيور بلس، اي دي 4 كروز لايت برو، في بعد كده اي دي 4 كروز بيور، وفي اي دي 4 كروز برايم. طيب في الاي دي 6 يا اخوانا في عندي 4 فئات. الاي دي 6 في عندي الكروز بيور، دي بتمشي 439 كيلو متر، والكروز بيور بلس بتمشي 586، والكروز بيور او الكروز برو دي بتمشي 586. يبقى انا في عندي كروز اي دي 6 كروز بيور بلس واي دي 6 كروز، تمام، برو، والفئه الاخيره اي دي 6 كروز برايم بتمشي 512 كيلو. واشوفكم في فيديوهات تانية خاصه بالسيارات الفولكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.